أوقاتكم مشاهدي قناة التغيير ملف جديد وبرنامج من بغداد. لما انخفضت أسعار النفط وقلّن الفلوس صار اكو حديث على ضرورة أن نستفاد من الموارد غير النفطية. والحقيقة بلد مثل العراق بتنوع كبير وهذا التنوع منتج منتج للماده ومنتج للمال ومنتج لفرص العمل ولكن هذه القطاعات اهملت بفعل فاعل بسوء تدبير بسوء تخطيط النتيجه ان هذه القطاعات كانت خارج نطاق الخدمه والمشكله معقده ومركبه يعني عندما يكون خارج نطاق الخدمه فانك لن تستفاد منه شيئا وعندما تدخله الى الخدمه الولد يقعدون الركبة ونص ويبوقون الفوقة ويبوقون الجوة اليوم اريد افتح ملف من ملفات مهمة هو ملف يخص السياحة او هيئة السياحة وتحديدا الفساد في الفنادق الخمسة نجوم وكيف هذه الثروات وهذه المواقع وين تروح فلوسها شلون تصرف فلوسها وين وارداتها شقد فاعلة جانب جانب الآخر ملفات الفساد اللي صارت في مؤتمر القمة اللي عقد في بغداد وانصرفت له ملايين الدولارات والكل كان يحكي انه هاي الفنادق اللي تاهلت ب 50 مليون دولار لا هي خمس نجوم ولا هي ثلاث نجوم ولا هي اربع نجوم وليش انضمن ذن الملفات والمصلحه منو؟ يعني يجوز الوليدات يطون هنا ويذبون هناك ويرشون هناك بس هنا افتحن وهنا بهذه الحلقه راح اسال أو أسأل وأسائل الآخرين بالهيئات الرقابية والنزاهة وتقارير ديوان الرقابة المالية ليش ضمتوا ملفات الوليدات ولماذا كانوا يعتقدون أنهم سيكونون في مأمن ولن يعرفوا أن حق الناس يجب أن يعود هذا الملف هذه الليلة سأناقشه مع الدكتور سراق بن جميل صالح السري مدير مفوض سابق فندق المنصور ميليا بغداد حياك الله يا دكتور حي أخي العزيز حياك الله وأشكر قناتك الكريمة وأشكر المشاهدين وأشكرك لأنه أنت صاحب الغيرة المشهود لك إن شاء الله أستاذ نجم أنا أشكرك أريد أن أبدأ معك من يعني سؤال تقليدي أنت صرت مدير مفوض لفندق المنصور ميليا شلون سووك مدير مفوض يا اهل بظهرك يا حزب الرشحك شلون اجيت شلون صرت حتى نبدا نتعرف على الشخصيه نعم ابتداء انا ما منتمي لاي حزب كان ولا لاي جهه كانت نعم ولكن مستقل والحمد لله رب العالمين لكن عرضت خبرتي عن طريق بعض الاخوان الاخوه اللي موجود الساده اللي موجودين في اعضاء مجلس الاداره وتم ترشيحي لهذا المنصب نعم واعطائي فتره زمنيه بتعييني بتاريخ 22 9 2019 اها زين وبعدها بعد فتره اعطائي مده 3 اشهر لاثبات كفاءتي وخبرتي في هذا المجال نعم صدر قرار بتاريخ 20 1 بتاريخ 20 1 2020 بالعدد م ج 11 تنفيذا لقرار مجلس الاداره المرقم 11 المتخذ بالجلسه 1 2020 في 18 1 2020 وعطفا على مطالعه السيد رئيس مجلس الاداره بخصوص انتهاء نعم. فتره التجربه للمدير المفوض السيد فراغ جيمي صالح المحترم مع مرفقات شهاده خبره من شركه توليب اند لخدمات اداره فنادق الشرق الاوسط الخليج العربي دوله الامارات طيب. العربيه المتحده قرر المجلس ما يلي الموافقة على تثبيت السيد فراق جميل صالح بوظيفته كمدير مفوض نظرا لاجتيازه فترة التجربة وثبوت كفاءته خوش هسه الان اتفقنا توقيع رئيس المجلس سالم مدب اتفقنا انه انت ما جايبينك الاحزاب خلينا نفوت نعم. بالمكان اللي انت شنت به ومن التاريخ اللي انت تعينت به 22 9 نعم. 2019 المعلومات اللي بحوزتي انه انت باليوم اللي سلمت مدير مفوض لفندق المنصور ميليا كان هنالك رصيد الفندق مليار و300 مليون دينار عراقي هذا الرصيد وين راح من من تصرف به شلون انمدت الايادي إليه وين مصيره الان نعم هو حقيقه الرصيد هذا صرف بعد 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 فتره كورونا راح افهمك الموضوع بالضبط احد اعضاء مجلس الاداره المرحوم نزار ذنون رحمه الله تعالى عليه اجاني قبل ما ينقتل بايام فكان اجتماع قبل اجتماع مجلس الاداره بتقريبا ساعه ونص الى ساعتين فقال لي اريد دكتور تكتب لي مذكره حاليا كان يعني شديد الغضب تكتب لي مذكره انه المليار و300 او المليار تروح وديعه في احد المصارف لان اريد احافظ على هذا المبلغ كان حاس اكو فد موضوع او كان حاس اكو شيء فدزيت على القسم المالي مديره القسم المالي وكتب لها كتبي مذكره الى مجلس الاداره فورا بخصوص هذا الموضوع وقدمت فعلا مذكره بخصوص هذا الموضوع وأخذ في مجلس إدارة الجلسة اللي كان عقديها مجلس الإدارة موضوع بتسويفة أنه عرض على المصارف لمفاتحة مخاطبة المصارف ونشوف أنه هذه الوديعة قد نسبة الفائدة مالتها مع العلم أنه المصارف الحكومية هي نسبة الفائدة مالتها معلومة لكن رادوا يكسبون وقت في هذا الموضوع بعد يومين دقيقة. او ثلاثة يوم بس هنا سؤال نعم المليار و300 نعم. مليون دينار رصيد الفندق شنو كانت بالقاصات نعم. الفندق لو بمصرف لو يعني كانت لا لا كان في مصرف ها لا لا كان في مصرف في كان كان في مصرف اردت تحولوها وديعه لانه المرحوم نعم. نزار كما تقول يعني حكالك نعم. او شنو عنده عنده معلومه انه هذا المبلغ يريد يتم التصرف به تم سرقته لو شنو الموضوع راح اجيك بالكلام اجاني عضو مجلس اداره تابع للقطاع العام مدير قسم الشركات في هيئه السياحه قال لي دكتور احنا نريدك اه تتعاون ويانا وانت اجيت حاليا اه يبدو عليك انه انت نظفت الفندق من الفساد واشتغلت اه بايدك هواذي هوايه وكذا واحنا فرحانين بهذا الموضوع لكن عندنا شغله ضروريه احنا نريد نقول لك اياها قلت له تفضل قال لي اريد من عندك انه المبلغ المليار و300 ينصرف على الصيانه ولك من عندها 150 مليون المبلغ المليار و300 ينصرف على الصيانه ينصرف على الصيانه ولك من عندها 150 مليون كل كله 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 المليار و300 على الصيانه فقط على الصيانه فقط طبعا المقصود من هذا الكلام هو على الصيانه حبر على ورق يعني تم تبويبه تبويب هذا المبلغ بصيانه الفندق زين على مود تروحوا الي مبلغ من عنده 150 مليون دينار. طبعا انا لاقت لا قلت له ولا قلت له لا. ظل الموضوع يدور ببالي وربطت بموضوع أستاذ نزار ذنون الله يرحمه. بعد ذلك بعد ثاني يوم بالضبط اتصل علي رئيس المجلس سالم مدب محمد وقال لي دكتور اذا امكن تجي تشرب فنجان قهوه يمي رحت عليه شربت فنجان قهوه. قال لي شنو رايك بكلام عضو مجلس الاداره التابع القطاع العام استاذ جاسم؟ فقلت له والله اي موضوع من عندهن باوع عليه الشكل قال لي دكتور ال 150 مليون تفيدك دخل بالموضوع بالمباشر طبعا اي نعم هذا طبعا يدلل على انه اكو اتفاق كبير على هالموضوع هذا، قلت له شوف هذا الكلام مع رئيس سالم. مجلس ادارة الفندق رئيس مجلس ادارة الفندق اللي اسمه سالم قلت له شوف استاذ سالم سالم مدى محمد زين قلت له شوف استاذ سالم أنا بالنسبة لي ما محتاج لهذا المبلغ أنا سيارتي ب 150 مليون وأنا ابن عائلة معروفة ومشهورة وأنا بالسلطان جبر لا امد ايدي على هذه المبالغ ولا يمي هاي المبالغ ولا لو مهما يكون انا ما امد ايدي على هيك موضوع، لكن انتم اذا تريدون ترتبون هذا الموضوع رتبوها من ضمن صلاحيات رئاسه المجلس واعضاء المجلس. نعم. وخلوا مدير المفوض بعيد عن هاي الامور. قال لي طيب احنا هسه تصار عندك علم بالموضوع. أه شو تقول؟ أه المبلغ شلون يعني؟ قلت له والله يا اخي العزيز اني هذا الموضوع ما لي علاقه به نهائيا وانتم اتخذوا اجراءاتكم بهذا الموضوع. بعد ذلك خرجت ورا تقريبا خمس ايام الى ست ايام القتل نزار ذنون الله يرحمه. زين وقف لي بالضبط ورا خمس ايام او ست ايام. وقف لي هنا استاذ سراق لما قعدت ويا سالم مدب رئيس مجلس الاداره. وانت هذه نعم. الاسماء التي تذكرها راح تكون على ذمتك انت ستساءل عنها بالقضاء او في الاعلام اكيد سالم أكيد. مدب قالها لك بصريح العباره احنا نريد نتصرف نعم. من مليار و300 بحجه اننا نصرفها على الصيانه هذه تصرف من الذي سيقوم بالتوقيع على الصرفيات من اللي راح يبوبها يبوبها السيد الرئيس لو تبوبها انت لو منو راح يتحمل مسؤوليتها؟ لا هو طبعا لا هو طبعا يتحمل مسؤوليته المدير المفوض اكيد يعني قال لك انت تصرف تنفيدي. المليار و300 تعطيها للوليادات نعم المدير هو التنفيذي الشركات وابو الشركات وانت تطلع لك ب 150 بالضبط. مليون بالضبط المدير التنفيذي هو المسؤول عن هذه الامور حتى القسمه مو عادله يعني هم ياخذون المليار و150 وانت تاخذ لك 150 والله هذا الموضوع هو اصلا مرفوض جملة وتفصيلا يعني. زين. ولو كنت ان سامع كلامهم بهاي الامور وبهي المسائل كان الى حد اني الى حد هسه ماشي اكمل لي المبلغ مصري. شو اللي صار عليه؟ المبلغ بعد ذلك صارت جائحه كورونا توقفت الايرادات وتوقفت جميع المرافق الفندق عن الايرادات جميع القاعات والمطاعم توقفت. فاضطرينا آه انه آه نصرف آه ل 300 عامل موجود في الفندق آه نصرف الإيراد نصرف هذا المبلغ على رواتب الموظفين وكانت تصرف هذه الرواتب على مضض من مجلس الاداره. زين بعد خمسه لا. ايام قتل نزار ذنون لانه المعلومه طلعت. هل تعرفت لا. فيما بعد من هو الذي قتل نزار ذنون ولماذا؟ هذا القضاء هو يعني ما اعرف يعني هذا الموضوع وهل كان هذا الموضوع هو يعني مربوط بهذا الموضوع لكن آني يعني كحادثه ارويها يعني يعني كحادثه ارويها هل كان هذا الموضوع مربوط بهذا الموضوع او لا لكن هذا الحادثه ارويها اني يعني للعلن والقضاء هو فيصل بهذا الموضوع زين القانون هو فيصل بهذا الموضوع نعم دور القسم علما اريد اريد شويه اريد شويه اريد شويه اذكر أه فد فد فدمو مواضيع نعم أه رئيس مجلس الاداره سالم مدب كان يشغل مدير مفوض بالتسعينات وتعرض الفندق الى اكبر عمليه تزوير للاسهم احيل على اثرها في سبعة 97 تقريبا احيل على اثرها الى القضاء. وكانت ايضا هناك شخصيه معروفه لا 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 في 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 فندق المنصور ميليا فندق المنصور ميليا نعم بالسبعه بسنه 1997 قام بتزوير اسهم الفندق وكانت عمليه تزوير كبيره جدا بهذا الموضوع. زين والوثائق الموجودة عندي تدلل على هذه على هذه الأمور وظل الفندق يعاني ظل الفندق يعاني من 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 موضوع تزوير الفناد التزوير الأسهم وإقامة الدعاوى من قبل المساهمين إلى فترة تقريبا 2005 يعني بكثير من الأمور اللي موجودة يعني أسرد من عدها أسرد من عدها بعض الـ بعض الـ بالعدد بتاريخ 16 2004 العدد م م 3 3 رقم الكتاب 1738 بعد الاطلاع على مضمون كتاب الواحد 91 مؤرخ والذي جاء فيه ان مجلس محافظه سوق العراق ارجى موافقته على ادراج اسهم شركه فندق المنصور من الحين حسم جميع الدعاوى كانت هنالك دعاوى مقامه على الفندق من قبل المساهمين الذين تضرروا بتزوير اسهمهم والمساهمين يسمعون كلامي طبعا إننا في الوقت الذي نأسف فيه لاتخاذ مثل هذا القرار ولترتب علينا عليه نتائج سلبية كبيرة على مصلحة المشروع لحملة الأسهم من الشركة في الوقت نفسه تقدم إلى مجلس محافظة السوق العراق بإرجاع إعادة النظر في الحفاظ على هذا المصلحة المشروع. هذا الكتاب صادر يعني هذا من وين؟ هذا صادر من شركة شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة الموقع عليه المدير المفوض شاكر محمود عفصان. يا سنة. سنة 2004 2004، يعني أنت تريد تقول نعم. إنه اللي حصل هي عملية إعادة تدوير للفاسدين، وعلى ذمتك تقول إنه سالم مدب كان متهم بعملية فساد، بال 97 رجعوه مدير مفوض أو رجعوه رئيس مجلس إدارة لفندق بابل المنصور ميليا، مقصودة يعني؟ نعم. مقصودة؟ لا هو هو لا هم هو هو تم ارجاع مدير مفوض بال 2011 بالـ وبعدين صار رئيس مجلس اداره شنو في وقت في وقت اي نعم في وقت آآ آآ اعمار الفندق وايضا هنالك ملف فساد يخص هذا الموضوع هذا أجيلك لك ان شاء الله اجي لك عليه لكن قل لي القسم المالي نعم. بهاي الخبطه مالت المليار و300 شنو كان دوره في هذا الوقت في هذا الوقت خلال هاي المده حاولوا بشتى الطرق ان يبعدوني عن اداره الفندق ويبعدوني عن شلون اقول لك ويتم التلاعب بالقسم المالي بهذا الموضوع. فتفاجات بورود اسم بمجلس قرار اتخذ ب 15/6 بإشراك تاريخ 15-6-2020 عدد ميم جيم 65 رقم القرار تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس السيد جاسم كاظم جاسم وعضوية السيدين كمال داود ومحمد كاظم جواد المنسوب إلى فندق فلسطين الدولي لغرض إعادة النظر بكل مفردات الصرف التي وردت في الكشوفات النفقات والايرادات للاشهر الاربعه الاخيره وتحديد اسس المفردات في الكشوفات القادمه لاعتمادها من قبل الفندق. هذا المنسوب بابه طبعًا بفلسطين طبعا جابوه نعم. عضو بلجنه تدقيق المصروفات، هذا شنو خبير؟ راح راح خبير هذا؟ هسه هسه راح اجيك بالحجي راح اجيك بالحكي راح اجيك الشخص هذا الشخص هذا كان يشغل في فندق المنصور ميليا مدير قسم الرقابه ثم بعد ذلك صار مدير قسم المالي ثم بعد ذلك صار مدير مفوض وأقيل بقرار مجلس إدارة أيضا موجود بسبب ملفات فساد مالية كبيرة تخص النظام نظام السيستم الحسابي للفندق وبسبب عقود كبيره بعقود المسبح وعقود مركز المراكز الترفيهيه وعقود الشخص؟ خيمه رمضان محمد كاظم جواد اي ووجود ملف ووجود ملف يخص هذا الشخص ثلاث ملفات ملف قانوني وملف شخصي وملف تحقيقي طيب أنت يا سالم مدب تعرف كل زين أنه في زمنك في زمنك في سنة 2012 كان مدير لقسم مديرا للقسم المالي حتى أربط بالموضوع ثم بعدين جبت أن يكون منسوب من فندق فلسطين وهي مخالفة صريحة جدا لأنه الشركات أستاذ نجيم ما بها تنسيب من شركة إلى أخرى لأن كل شركة هي مستقلة بحد ذاتها نعم تختلف عن دوائر لا. الدولة دوائر الدولة ممكن ان يكون هنالك تنسيب من من دائره الى اخرى من قسم الى اخر هذا هذا بحث اخر لكن من شركه الى اخرى ويكتب منسوب المنسوب الى فندق فلسطين هذا ماكو هيش موضوع اذا يريدون يجيبون خبير قانوني حسب القانون خبير حسابي لا حسب القانون لازم يعرضون على شركه تدقيق حسابات ختاميه او فصليه طيب ويعلن عنها وبعد ذلك تقدم العروض الى الشركه وبعد ذلك يتم تحليل هذه العروض وبعد ذلك يرسو العرض على شركه من شركات التدقيق الحسابيه او المحا... المحاسبين القانونيين الموجودين استاذ سراق نعم السيد اللي انت تقول عليه محمد سالم جواد هذا محمد كاظم محمد نعم. كاظم وجواد هذا تم انتدابه نعم. من فندق المنصور لغرض الاشتراك باللجنه بطلب من سالم مدب هذا اولا والشيء الثاني سالم مدب يعرف نعم. انه هذا الرجل كانت عليه ملفات فساد عندما كان مديرا مفوضا لفندق المنصور ميليا طبعا يعرف انه الملفات الملفات نعم الملفات بعد ما بعد ما انه شكلت لجنه من هيئه السياحه وطلبت طلبت اداره مجلس مجلس الاداره بجلب الملفات القانونيه والملف القانوني والإضبار الشخصيه والملف التحقيق امتنع المجلس وبكتاب رسمي هسه راح اذكرك اياه امتنع المجلس لانه يعرف كل زين مع العلم انه هاي الاضباير هي خاصه موجوده في مكتب مجلس الاداره. زين هسه شنو اللي حصل؟ بهذا الموضوع وين الفساد؟ الفساد الفساد اللي صار في في القسم المالي ارادوا ان شلون اقول لك يدخلون الى القسم المالي من خلال هذه اللجان، مع العلم استاذ نجم العضو مجلس جاسم كا جاسم كاظم جاسم هو طبعا محامي وقانوني ويعرف للقانون جيدا وعضو مجلس اداره ومدير قسم الشركات في هيئه السياحه زين طيب وانت تعرف انه هذه مخالفه ومخالفه صريحه شلون تسمح انه تكون لهذه المخالفه ان تكون هذه موجوده و و سؤالي واضح ماذا نتج من, من اضرار نعم. ماذا نتج من اضرار بعد هذه المخالفه؟ نعم الاضرار اللي 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 اكتشفوها اللي 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 اكتشفتها ال 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 هذه اللجنه طبعا هم رادوا انه يلزمون فد لزمه علي اني انه عندي فد مخالفه ماليه او عندي فد فساد مالي طبعا ما ما قدروا يلزمون هذا الموضوع نهائيا بالعكس انه انا كنت اصرف من جيبي الخاص على الفندق. زين وهذا مثبت وبعلم جميع جميع الموظفين طبعا. المعلومه صغيره همني اعطيك اياها. كانت مكافآت الفندق 25 ألف دينار بالشهر لكل يعني تعطى لحسب تقييم شخص أو اثنين أو ثلاثة كنت اني اجمع الموظفين جميعا وامنح مكافاه الفندق بكتاب شكر زين واقول بانه هذه المكافاه مخجله ما, ما تستحقوها انتم يا كادر موظفين فندق اداره المنصور ميليا واطلع 100 دولار من جيبي الخاص من راتبي واعطيها واقول هذه مكافاه الفندق 25 لكن مكافاه المدير المفوّض 100 دولار على مود اشحن هممهم ويقدمون العطاء والحمد لله رب العالمين الموظفين طبعا طيب. يسمعون كلامي ويعرفون هذا الموضوع امتنعت امتنعت نعم 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 امتنعت من قبل المجلس ان اعطي <applause> هذا المبلغ من جيبي الخاص عموما عموما هنا جينا لمربط الفرس بناء على ما جاء بقرار مجلس الاداره تاريخ 5/7/2020 بالعدد م ج 80 بناء على ما جاء بتقرير لجنه التحليل المشكله بموجب قرار مجلس الاداره المرقم 4 اللي هي هذه المتخذه بالجلسه 5/2020 التي انعقدت بتاريخ 20/5/2020 ولعدم قيام قسم الرقابه الداخليه بتشخيص المخالفات الماليه طبعا آني قبل تشخيص مخالفات المالية قدمت على مديرة القسم المالي أربع مجالس تحقيق يعني طلبت أن يحقق وياها مديرة القسم المالي نعم يعني عندك مديرة تهم القسم المالي بالفساد بالفساد الإداري والمالي يعني نعم والتقصير طيب والتقصير وشكلت اربع لجان وشكلت اربع لجان اربع مجالس تحقيق بحق هذا الموضوع. واول ما وردت الفندق بعد تقريبا 20 20 يوم قدمت مذكره لرئيس المجلس وقلت قلت لهم انه القسم المالي يعاني الكثير الكثير فارجو منكم تغيير مدير القسم المالي ومدير الرقابة وماكو ال مدير قسم قانونية و و وإيجاد قانوني شريف وصحيح وذو خبرة امتنعوا عن هذا الموضوع عموما قاموا بت نقلوا مدير الرقابة نزلوا درجته إلى معاون مدير الرقابة لوجود مخالفات مالية تمام؟ اي وبعد ذلك وبعد ذلك للطيفه طبعا زين انه مديرة القسم المالي بقرار مجلس اداره ميم جيم 92 21/7 2020 اللي يقول تنفيذا لقرار مجلس الإدارة المرقم ثلاثة المتخذ بكذا وعطفا على مطالعة السيد مدير المفوض المراقبة 13 سبعة ومرفقات بخصوص المخالفات المخالفات المالية للمدير المالي زين عيني تقرر نقل المدير المالي السيدة إلى قسم الرقابة الداخلية يعني ترقت طيب هي عليها مخالفات <applause> يعني هي عندها مخالفات ماليه شنو مخالفاتها باختصار و... استاذ انت... سراق؟ انا بدي استفاد من الوقت شنو مخالفاتها هاي اللي... نعم بس على السريع يعني نعم المخالف... المخالفات المخالفات الماليه اولا اولا تحليل المصروفات ما كانت تجي بصوره صحيحه وكان بها تفاوت كبير وطالما اكدت عليها بهذا الموضوع إضافة الأموال التي تجبى من المرافق السياحية ما كانت تسدد بوقت اللي يسدده كان اللي يسدده صاحب المرفق السياحي كان يتأخر إلى عشرين يوم وإلى شهر وأيضا ما كان يستلم الكاشير ما كان يستلم هذه المستحقات كانت المستحقات تسلم إلى أه سيده اخرى بالقسم القانوني مع العلم انه هي ما لها علاقه بهذا الموضوع، وهنالك اثباتات على هذه الامور انه كانت تسلم وبعدين صارت لها مشكله بعد ما انه اني هددت أه 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 ابو ابو شو قلت له راح افضحك اني يعني اذا ما تقول لي الفلوس وين راحت وليش تاخرت لان تقول لي مسدد زين جاب لي وصل امانه قال لي والله العظيم اني سددتها لفلانه زين بالقسم القانوني و هي صرفت بها زين مع العلم هي وين كانت مذكره عليه يعني, يعني وين تروح ليش تاخر يشتغلون بها ما اعرف يشتغلون بها ما اعرف هو يشتغلون بها يستفادوا يشتغلون بها يستفادون بها وبعدين ترجع زين كان الامور تايهه استاذي العزيز خليني زين. اروح الى اهم بعد شيء ذلك ما بقى وقت كثير استاذ سراب نعم. نعم, مؤتمر القمه انصرف لكل فندق 50 نعم. مليون دولار تاهيل ليكون الفندق خمس نجوم المبلغ في وقته كل نعم. احنا كنا نسولف به انه المبلغ كان ضخم المبلغ كان كبير اذا الفندق بس تاهيله 50 مليون دولار لا هو الفندق الخمس نجوم بيش يصير واتضح فيما بعد انه الفنادق ومنها فندق الميليا منصور لا هو خمسه لا نعم. هو اربعه لا هو ثلاثه هذه الملفات وين نعم. صارت ولماذا اخفيت هذه الملفات ولماذا لم يتطرق لها احد نعم طبعا هذه الملفات اللي 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 موجوده طبعا موجوده في هيئه النزاهه ودققت بهيئه النزاهه لكن اني اتكلم بموضوع فندق المنصور ميليا في عندما كان بمنصب بال2012 نعم رئيس المجلس سالم مدب اتفق اتفق المجلس كليته أنه الإعمار في فندق المنصور ميليا لم يكن في في طور الإعمار ولا في ولا يرتقي لنجومية الخمس نجوم نهائياً. نعم. و ولم يسلم الفندق آنذاك. بالكتاب بالعدد 2/2 اثنين 1097 اثنين بتاريخ 8/8/2018 كتب المجلس الى وزاره السياحه والاثار دائره المرافق السياحيه اعتراض. يقول به الاعتراض نود اعلامكم بان مجلس اداره هذه الشركه قد اطلع على القائم المتضمن المبالغ المطلوبه استردادها من الفندق نتيجه اعمال اعمال التاهيل وقد ابدى تحفظها تحفظه عليها. وكما يلي. طبعا هو ما كان شلون اقول لك يعني ما كان راضي على تاهيل الفندق لانه ما كان بالمستوى المطلوب نهائيا. أولاً، لم يتم استشارتنا لتثبيت استشاري محلي، لأن هناك اتفاق مسبق لجلب استشاري دولي، ولم يسبق أن حصلت الموافقة على الاستشاري المحلي. اثنين، لم يتم الاتفاق على أن تكون رواتب العاملين قرضاً، بل تتحمل وزارة الخارجية كافة أجور العاملين عدا مبلغ ثلاثة مليون دينار التي تم الاتفاق عليها اقتراضها في الآونة الأخيرة وذلك بموجب المحضر الموقع عليه من قبل رؤساء المجالس الإدارة ووزارة الخارجية جاء في القائمة بأن عدد الغرف هو 254 هاي أستاذ نجم شوي تخلي عليها خط أي. بينما الصحيح هو 306 غرفة لم يتم استلام الفندق خلال تسعه اشهر بل لم يتم حتى الان فضلا على ان وزاره الخارجيه قد منحت المقاول مدد اضافيه لم يتم التطرق اليها في القائمه ونحن لم نكن طرفا في اي اعمال عمليه تاخير لذا نطلب احتساب اجور الغرف البالغه 306 على 150 دولار للغرفه. نعم. ان شركات الاداره العالميه التي تمت دعوتها لاداره الفندق اعترضت على مستوى التأهيل الذي لم يصل إلى مستوى خمس نجوم هنا لم يوافق مجلس الإدارة على الأعمال الإضافية بموجب قرار مجلس الإدارة المرقم 12 المتخذ بالجلسة 303 إلى التي انعقد بتاريخ 30 ستة إلى بهذا 2012 الفندق هنا أكو مسألة راح أوضح لك إياها نعم اتفق المجلس مع المقاول على أنه المقاول يريد يسلم الفندق بموجب محضر المجلس رفض تسليم الفندق بموجب محضر لأنه الفندق لم لم يرتقي للتأهيل من الشركة اللي اشتغلتها؟ هنا صار الفساد أسرح أذكرك إياه أي هنا صار الفساد اتفق المقاول على انه يتم ايداع مبلغ 3 مليون دولار و2 مليون دولار بتبويب القطع الغيار شنو قطع للفندق. الغيار؟ ما اعرف على مود يبوبون انه المقاول يعطي للفندق 3 مليون دولار او 5 مليون دولار زين لرصيد الفندق زين اتفقوا على موضوع قطع الغيار مقابل يسكتون مقابل انه شلون اقول لك يتم التوقيع على المحضر باستلام الفندق تمام زين هنا التف المدير المفوض سالم مدب على المقاول ووقع على الاستلام ايه؟ ولاحظت برجيلها ولا اخذت سيد علي وال5 مليون مسح الاي راحت شنو راحت راحت بعد اي الان واعترض مجلس الاداره بكتاب رسمي اعترض مجلس الاداره بكتاب رسمي بعد بعد الاستلام بالعدد بعد الاستلام طبعا أي. بالعدد 1427 بتاريخ 9/10/2012 امم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيد لجنة دراسة آلية استرداد الأموال المصروفة عن تأهيل الفندق الأستاذ محسن صدخان سلطان السويدي المحترم ميم تثبيت رأي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة لكتاب وزارة الخارجية لجنة التحضير لمؤتمر القمة العربي المعنون إليكم ونسخة منه إلينا عطفاً على كتابنا المرقم 1140 في 18/8/2012 نود أن نعرض ما يلي إن ما جاء بكتابنا المشار إليه من أرقام يمثل رأي المدير المفوض السابق، لأنهم أقالوه على.. 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 خلوه يستقيل على أثر هذه الفضيحة، والفضيحة صارت أمام كل العاملين. انما جاء بكتاب المشار اليه من ارقام يمثل راي المدير المفوض السابق الشخصي وهو خارج صلاحيته وذلك لوجود اخطاء في حسابات الغرف ووجور واجور العاملين اضافه الى ان فتره احتساب اجور الغرف والعاملين يجب ان تكون لغايه استلام النهائي الفندق وليس كما ورد في الكشف هاي اللي قلت لك عليها اني خليها عليها خط استاذ نجم يعني الان خارج صلاحيه المدير المفوض بالتوقيع على استلام الفندق بالضبط زين العقد اللي ابرم اولا من هي الشركه اللي نفذت ميليا والله الشركه هسه مكتوبه هنا هسه راح اشوف الكيان يعني هذه الشركه عندما قامت عنديشة. بعقد التطوير او التاهيل من وقع معها الخارجيه ام الفندق لا, لا في مجلس الاداره مجلس الاداره رئيس مجلس الاداره نعم انا ذاك كان رئيس مجلس الاداره استاذ داود شمو داود شمو وقع المقاوله غير يفترض داود شمو الذي نعم. يستلم ليش خلوه مدير داود شمو اداره المجلس مدير ليش مدير المفوض الى صلاحيات مدير المفوض مدير المفوض الى صلاحيات لانه باعتبار انه هو مدير التنفيذي زين لكن بدون الرجوع بدون الرجوع بدون الرجوع بدون الرجوع الى مجلس الاداره يعني هو وقع كان المفروض يعطي علم الى مجلس الاداره زين من 2012 والان هنا 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 اكو مساله بالنقطه الثانيه اريد اذكرها ايه اثنين لا المجلس مصرا على عدم الموافقه على اوامر الغيار الاعمال الاضافيه لان العقد الممر بين وزاره الخارجيه والمقاول نص على تاهيل الفندق بالكامل وان يكون بمستوى خمس نجوم وهو ليس كذلك حاليا. المدير المفوض اللي هو سالم سالم مدب محمد اللي هسه الان هو السيد الرئيس لا هو طبعا دب استقاله ورا ما صارت فضيحه المتقاعدين. او اللي بعدين هو هو طلع الله. انت مثل ما تقول طلع بفضيحه الاستلام رد رجع صار سيد رئيس المجلس رد رجع صار سيد رئيس مجلس الاداره يعني انتم فندق المنصور يعني يطلع من عده رئيس مدير مفوض بفساد يروح يشتغل في فندق اخر نعم. تجون تدققون الحسابات نعم. انتم البارحه مسخمينه حرامي اليوم جايبينه مدقق زين ذاك اليوم كان مدير مفوض صاير عده بوق وتقولون اختلاس بعدين تطردونه النوبة ترجعونه رئيس مجلس ما تقولوا لي ما تقولون شنو هالانتقام هذا يعني هاي لا, هو لا هذا علامة هي هاي علامه الاستفهام يعني انا مدى افهم هي, هي علامه انا يعني هذا ما صاير بالارض ولا صاير بالسماء ولا راح يصير يبسر دفتهم ليش الحراميه بهالبلد صايرين يعني صح اصحاب حظوه عليا زين وين النزاهه من 2012 وانا اتحدث بال 2021 ما اكتملت التحقيقات ليش بس بهالبلد اللي نهجم الحرامي يداورون به يوم يسوونه مدير يوم يسوونه رئيس يوم يسوونه كذا يعني ما صايره هاي هاي ما صايره نعم عندنا موضوع اخر قل لي لا قبل يعني روح الموضوع الاخر استاذ سراق نعم. النزاهه نعم. ودت على السيد الرئيس على على المدير قالت لهم يا تعالوا وين الخمسين مليون دولار وين الفنديق شلون استلمتوه قدمت آآ آآ للامانه انا قدمت هذه الاوراق لهيئه له النزاهه أي. ودا اتابعها دا قاعد اتابعها وهي حاليا لحد ما ادري انه وصلت الى طور تدقيق الاسم من قبل المحافظات لانه يجمعون معلومات من قبل المحافظات على الاسم في بعد ذلك يتم الكشف على هذا الموضوع بس صدقني يعني القول على هذا الموضوع انا متابع صدقني نعم. القول شلون حاول نعم. السيد الرئيس ان يسحب هاي الاوليات بالتعاون مع المدير المالي او المدير القانوني ما اعرف منو منو عاونه حاولوا يسحبون هاي الوثائق حتى يخفون معالم الجريمه صدق نعم. هذا الحكي صار؟ هذا الموضوع طبعا طبعا هذا الموضوع صار هذا الموضوع شلون اقول لك؟ صار واكتشفته بعدين، شلون اكتشفته بعدين؟ استاذي الغالي. بعد ما شكلت لجان التحقيق على مديره القسم المالي ووجود الاخفاقات الكبيره جدا في من القسم مديره القسم المالي. المالي استاذ سراب ما اقدر اذكر اسمها لانه هي سيده فما اقدر يعني يلا. هي موجوده بالاوراق عندي يعني ومقدمه للنزاهه. توكل بالله. ف أصريت على أنه تعفى من منصبها بمذكرات كثيرة جدا يعني لا مذكرة ولا مذكرتين ولا ثلاثة وليس أيضا ولا باجتماع أو اجتماعين ودائما أؤكد على أن هنالك خلل كبير في القسم المالي لكن إصرار إصرار رئيس المجلس على شون أقول لك يعني اصرار رئيس المجلس على بقائها واللطيفه راح لك طبعا هي قدمت استقاله بعد ما تم الكشف شخصيا عن الاخطاء الكبيره الاداريه والماليه لكن تعرف اني لازم اشكل لجنه واللجنه لازم يكون لها بها عضو من نقابه العمال وتاخذ مجراها وكذا وتأخذها في مجرى هي اختصرت الموضوع قدمت استقالتها بتاريخ 14/6/2020 استقالت والهامش الهامش على الاستقاله طبعا هذه موجوده زين السيد آه رئيس مجلس الاداره المحترم بواسطه السيد المدير المفوض المحترم تحيه طيبه يرجى التفضل بالموافقه على قبول استقالتي مع التقدير زين كتبت اني رفعت هذا الكتاب للسيد رئيس المجلس تفضلكم بالاطلاع ولا مانع لدي من ذلك مع توفر البديل. مو عليه يعني تحقيق يعني البدلاء موجودين. انتم مو متهمينها بفساد وذمتها اموال وعدكم لجان تحقيقيه. نعم. شلون لا مانع من استقالتها؟ هي الاموال اذا اكتشفت واللجان لما راح تدقق هي خل راح تروح تقعد ببيتها. هذا راح تعرض على النزاهه النزاهه راح تروح شو اسمه تروح تلاحقها هذا الامر الامر تنفيذي حيصير امر قضائي أستاذ غريب أستاذ والله زين انت الان هي من استقالت انا قبل الحديث لا. قلت تمت ترقيتها الى مديره الرقابه الداخليه استقالت مدير مالي مدير رقابه داخليه لا استقالت مدير مالي هذا قبل بعد, بعد ما صدر الامر مال بعد ما صدر الامر مالتها لترقيتها لمديره قسم مالي وقبلت استقالتها تفتم ما قبلت استقالتها بالعكس ايش كتبوا بقرار مجلس اداره والقرار اسمع المضحك المبكي نعم تنفيذا بتاريخ 5/7/2020 بالعدد م ج 74 تنفيذا لقرار مجلس الاداره مرقم 2 المتخذ بالجلسه 6 2020 في 30/6/2020 وعطفا على صوره طلب المدير المالي ومرفقاتها بخصوص طلب تقديم استقالتها ومرفقاتها راي المدير المفوض بتقييم الموما اليه اضافه الى اسباب تقديم الاستقاله. قرر المجلس ما يلي: اولا يؤجل النظر بقبول الاستقاله. أنا ما يعني ما اعرف هاي يعني شنو يؤجل. وبعدين ايش كتبوا؟ كتبوا في حاله عدم تمكن المدير المالي من السيطره على القسم تقدم طلب اعفائها موضحا فيه عدم قدرتها على اداره القسم. يعني انا ما افتهم شنو هالقرار هذا. شنو انتم هنا تاجلوه وهنا تتوسلون بها ترجعين مك... ترجعين مكانك وفي حاله انه انت اذا ما تق... ما تقدرين تديرين القسم المالي تقدمين اعفاء زين وتعطينا ليش انت ما تقدمين اعفاء ما اعرف اني هذا شنو الموضوع ليش الوليدات مصرين عليها هذا سؤالي اها ريحني هذا السؤال هذا السؤال قدمته بمذكره الى المجلس وكتبت بي لا أعلم سبب تمسككم هاي هنا بتاريخ 6-7-2020 المذكرة ماتي آني السيد رئيس المجلس المحترم بناء على ما جاء من لجنة التحرير وبقرار وبقراركم المبجل الم... المبجل بعدد ميم جيم 80 هي نعم أيه. هاي كنت أذكرها آني حتى يعرفون أيه. والذي عقد بتاريخ 20 5 2020 أن هناك مخالفات مالية سيادة الرئيس من يتحمل تلك المخالفات وخليت علامة استفهام أربع علامة استفهام بهذا الكتاب أليس مديرة القسم المالي ثم بعد ذلك أعفيتم مدير الرقابة الداخلية وعلى العلم أني قد بح صوتي ومنذ زمن طويل أن مديرة القسم المالي والرقابة والقانونية لا يستحق لا يستحقون أن يكونوا مدراء ولهذه الأقسام علما أني قد وضحت لكم الأسباب بمذكرة وقد قدمت قدمت استقالتها وتم تأجيل الاستقالة مع العلم هذا دليل على أن مديرة القسم المالي قد اعترفت أنها لا تصلح أن تكون مديرة للقسم ومع ذلك قد عاكستم ذلك بقراركم المرقم ميم جيم 74 من القرار رقم واحد الفقرتاء والتي تنص في حالة عدم تمكن المدير القسم المالي من السيطرة تقدم هي إعفاء بذلك مع أنها هي قدمت استقالته وعلامة استفهام هنا أنا كتبت ولا أعلم سبب تمسككم بمديرة القسم المالي مع وجود مخالفات مالية كما أسلفتم أنا لهذا أطلب لو من عند السيد الرئيس أكتب لك اتق الله قطع الاعناق ولا قطع الارزاق ما اراد اي أيوة والله صدق اي أيوة والله صدق واللي ما يشوف, اللي إهنانة إهنانة والما يشوف بالمنخل هنا ما عمل إمعي. اقول لك انا بقت تعدي دقيقتين اكو نعم. واحد مقرب منك سولف لي سالفه بس نعم. تحكي ليها مثل ما هي شلون حتى مرادوا ويشترون نعم. بياضات هاي الشراشف والمخاد هم رادوا يقول الفلوس هاي مال البياضات قدمت طلب قدمت طلب البياضات، اريد شوية تعطيني وقت استاذ نجم لانه موضوع ما موضوع خلص الوقت مهم جدا. خلص الوقت والله. تمام. ايه. يعني الموضوع هو اكبر، هذا موضوع شو شلون هذا بقول فلوس الشراشف، هيك. الشراشف، أي. الشراشف من 2005 أي. الى حد هسه باليه ومتهاريه وعليها شلون اقول لك؟ قدمت آه اني. من 2005 هذا الموضوع وقلت لهم خلي الناس تسمع، من 2005. 2005. نعم من 2005 يمسحون وجوههم بنفس الشراجف. زين مو هاي الشركه اللي ب 50 مليون دولار المشترة المشترة لا ما اشترت ما اشترت لا شرشف لا مخده ما هذه هذه كلها امور قلت لك هي اكو امور هوايه عموما هنا قدمت اني طلب بهذا الموضوع ووافقوا على تخصيص مبلغ لشراء اه البياضات م. البياضات الكراشف والمخاديد والخاوليات وما إلى ذلك. مناشف مناشف وكذا. اجاني عضو مجلس الإدارة ومدير قسم الشركات. قال لي دكتور شو اه اسمه؟ ايش قد ان جاسم جاس. كاظم جاسم. اي نعم. قال لي ايش قد ان من هذا المبلغ؟ قلت له أي مبلغ؟ قال لي مبلغ ال والشسمة شو اسمه مبلغ الشراكف وال شو اسمه قلت له اخي يا مبلغ يعني انت ايش ايش تحكي؟ قلت له اولا قال لي شو يعني تقدر تبوبها وتقدر تاخذها وتشتري جزء وجزء الباقي نتقاسم بيناتنا قلت له اخوي العزيز اولا انا قدمت الى شركه بوكاله والوكاله ما تتحمل انه اخذ عليها كوماشين او تعطيني كوماشين من هذا الموضوع او هم يحزنون يعني, يعني جاسم راد ياكل فلوس الشراكيف انا خلص الوقت نعم جاسم راد ياكل فلوس الشراكيف يعني عفيه بصدق دوله بصدق شغلة ضرورية جداً. حتى تشرشف شغله ضروريه جدا استاذ سراخ خلص الوقت شغلة ضروريه جدا خلص الوقت انا اشكرك انا اشكرك الوقت خلاص نعم. بس نعم. كملها نعم دقيقه واحده بس دقيقه واحده الله يرضى عليك اي قرر مجلس قرر مجلس اداره الفندق احاله 21 نفر الى التقاعد. علما انهم حسب القانون يستحقون مكافاه نهايه خدمه. اي. لكنه اتفقوا مع المشاور القانوني سعد غازي مصلح وجاسم كاظم وسالم مدب. انه يرفضون عدم اعطائهم مكافاه نهايه الخدمه. زين ولجوئهم الى المحاكم على مود يترافعون بالمحاكم حتى يتقسم اتعاب المحاماه اللي هي 21 مليون على هؤلاء الثلاثه. والدليل على هذا الكلام والدليل على هذا الكلام انه اني شخصيا وبقلمي السري ارسلت الى دائره العمل والشؤون الاجتماعيه كتب استفسار عن احقيه هذا الموضوع. وآخر اخر شي رفقتها وكتبت مذكره بس اسرد هاي المذكره الله يرضى عليك لا ما سراق انتهى الوقت المذكره انت طالبت لا. بحقوق هؤلاء السيد سراق بن جميل طالبت بحقوق هؤلاء و وعدم و... 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 واعطائهم مكافاه نهايه الخدمه نعم. والا والا راح يكون هنالك هدر بالمال العام ما يقارب شكرا شكرا مليون جزيلا لك المدير المفوض السابق لفندق المنصور ميليا السيد سراق بن جميل صالح السري عافية دوله حتى تشرف في تقبلوا تحياتي مشاهدي قناه التغيير